بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدينا متابعينا وحلقة جديدة من اسأل مع دعاء. موضوعنا الاجتماعي النهاردة موضوع مهم جدا، هنتكلم عن التكافؤ بين الزوجين. الفكرة مش التكافؤ المادي، احنا ما بنتكلمش عن التكافؤ المادي لأنه يعني مش مشكلة خالص أنه يجي غني أو فقير، خدوهم فقراء يغنيهم ربنا زي ما المثل بيتقال. لكن الفكرة في التكافؤ الاجتماعي، في طريقة التربية، في العيشة شكلها عامل ازاي، في أهل الزوج، لأن أنا مش هتجوزه هو لوحده، أنا هتجوزه بمامته بباباه بإخواته، في أهل الزوج، أنا مش هتجوزها هي لوحدها، أنا هتجوزها بأمها بأبوها بإخواتها بعيلتها بالحياة اللي هي جاية منها. قصة كده سريعة كانت بتحكيها صديقة حد صديق لينا، يعني بتحكي كده بالصدفة انه هي طبعا جاية من عيلة ارستقراطية، الشوكة والسكينة، وبابا يلبس، ما يقابلش حد ببيجاما، لازم يلبس حاجة وهو كده، ماما سيدة مجتمعات وروتري ومش عارفة ايه. المهم يعني حبت زميل ليها، شاب لطيف وكويس وكل حاجة، بس اللي هو ايه، هي بتحكي على حاجات قد تكون عادية جدا بالنسبة لناس وعائلات في بعضهم، إنما بالنسبة لها دي كارثة، إنه بيقف في البلكونة بالفانيلا. إيه ده؟ يعني إيه أصلا تخرج من أوضة النوم بالفانيلا؟ إنه بياكل البطيخ كده وهم متعودين يقطعوا البطيخ، هم بيحطوا ترابيزة السفرة، بيحطوا ورد في النص وشمع، وبيحطوا الشوكة والسكينة، أمينة شلباية قوي في نفسهم، وهم مثلا متعودين يفردوا ورق جرايد ويقطعوا الفراخ. يعني قد يكون ده طبيعي وعادي في وسط عيلة والناس تبقى لطيفة، يعني احنا ما بنقولش انه ده مثلا عيب او ما يصحش، لا، كل بيت بعاداته بكده، يعني اي حد يتقبل اي حاجة طالما ما بتخرجش برا المألوف، انما هي بالنسبة لها ده خارج عن المألوف، دي مصيبة، ده بيقطعوا. فطبعا كنا بنضحك وكده، عادي، طب ما الناس بتقطع كده عادي، لا، هي بالنسبة لها دي كارثة. اما بتروح تزور مثلا اهله، هم في بلد في قريه، وهي فما بتروح تزور الاهل، فبيقعدوا كلهم على ترابيزه واحده، بيحطوا ايديهم في اطباق بعض، بياكلوا بيدوا لبعض بالايد، وهي بتبقى واقفه مذهوله، فبداوا يتكلموا ان هي متنكه عليهم، وان هي مش متعوده على ده، وانه الحما يعني حماتها بقت حصلت مشاكل رهيبه. فهنا بتنشأ مشاكل من ولا حاجة. ليه؟ بسبب ان احنا اخترنا غلط، اخترنا سوشيال كلاس او وضع اجتماعي، مش حكاية اقل او اكتر، مختلف، مش متعودين، اللغة مش واحدة. والحقيقة وصلوا للانفصال، لان هي قالت انا استحالة اولادي يتربوا بالطريقة دي، او هما يروحوا لجدتهم او يعني، وانفصلت قبل فعلا ما تحمل، ويعني الوضع، وهي مع انها كانت بتحبه وقصه حب فظيعه وكده. في ممكن ناس تكمل، ممكن بنوته تبقى شايفه انه ده عادي، انما عايزين نعرف هل ده عادي ولا مش عادي. خلينا نسال مروه الصعيد. ازاي كده؟ عامله ايه؟ الحمد لله. بصي يا دعاء، اهم حاجه في الجواز ان انا ابقى عارفه البيت اللي العريس او العروسه طالعه منه شبه بيتنا ولا لا. شبه دي هتسهل علينا اننا نتفاهم بعد كده في حاجات كتيره جدا. طيب حد من الطرفين قال لك لا انا هاخدها وتبقى معايا وماليش دعوه ببيت اهلها او ماليش دعوه باهلها، حلو جدا، بس هل انت بعد كده لما يبقى عندكم ولاد هتقدري تمنعي ولادك ان هم يروحوا بيت الجده التانيه؟ مش هتقدري. طيب هل لو شافوا حاجه هناك او قلدوا حاجه هناك او عملوا حاجه هناك هتقدري تعاقبيهم عليها مثلا؟ يعني زي الحكايه اللي انت حكيتيها، ولادي راحوا عند جدتهم فشافوا ان انا ماكل بايدي وامد ايدي في طبقك واكل كده بايدي، ده عادي، فانت هتتجنني، ده مش عادي، فهتعاقب عليه. فتعاقب عليه معنى كده ان هم غلط، معنى كده الناحيه التانيه غلط. فالمشاكل بتكبر من كده يا دعاء. التكافؤ الاجتماعي اهم بكتير جدا من التكافؤ المادي بكتير. ليه؟ لانه ممكن تاخدي حد، العريس مبهر، العربيه والشقه والشبكه والمهر والكلام ده كله، بس تيجي بعد كده تدوري على الاصل. نفترض انه حصل لاي ظرف من الظروف ان كل ده راح،
وارد جدا. فانت مش هتقدري تتعاملي بعد كده بالمنتاليتي او بالعقليه او بالصفات بتاعته لو هو مش من نفس المستوى الاجتماعي بتاعك. هيبتدي بقى يعاقبك انت على اللي خسره قبل ما يعاقب نفسه. هيبتدي ينتقم منك انت، هيبتدي بقى في حاجات انت كنت معميه عنها عشان انت باصه لحاجات تانية. فدايما في الجواز بنقول على الاصل دور. على الاصل دور ده اللي هو التكافؤ الاجتماعي. احنا الاثنين تقريبا طالعين من نفس البيئه او من نفس المستوى الاجتماعي، فهيبقى في تفاهم في كل حاجه حتى في المشاكل. اهلنا زمان كانوا يقول لك يا ابني ما تاخدهاش دي مش من تبنا. بالظبط كده، تبنا. كانوا فاهمين الاصول مش من تبنا، ممكن تبقى حاجه يعني يقول دي تترفض، دي بنت حسب ونسب وكده. بس الاب عارف، الاب اللي هو حماها او اللي هو ابو الولد هو عارف هي مش من تبنا، هي ممكن تيجي في يوم من الايام وممكن تقول لك انتوا اقل مننا. ودي على فكره بنسمعها كتير في التليفونات، انا خدت واحد مستواهم اقل من مستوانا. ده من الاول يا حبيبتي، يعني انت ليه بعد ما تتجوزي وتكتشف انت عارفاه من الاول، هو بيتهم مش زي بيتنا، هما طريقتهم مش زي طريقتنا، طب وانت ليه وافقتي؟ ما اصله حبيته. بعد 6 شهور على طول تبتدي تقول لك لا مش قادره استحمل، مش قادره اكمل. الله، طب ما انت كنت عارفه، ايه اللي يخليها تروح في السكه دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام برضو يعني في أحاديث شريفة بتتكلم عن التكافؤ، وده باب كبير جدا في الدين الإسلامي لأنه مهم كمان الراجل والست. يعني في حديث شريف أنا بحبه قوي، إياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. ممكن لأن احنا طول الوقت بنتكلم على إن هم أقل، لا ممكن تبقى بنت في منبت سوء، يبقى الأب والأم مش مظبوطين والبنت شكلها حلو ولذيذة وأمورة وبتاع، بس البيت مش مظبوط، الأم هي اللي حكماه، الأم مش بتسمع كده كلام الراجل، التربية مش حكاية مثلا إنه أصل أبوهم وأمهم مطلقين، الكلام ده ما بنتكلمش فيه خالص، لا ده ملناش دعوة بيه، بنتكلم عن سلوكيات. فدي حاجات النبي عليه الصلاة والسلام يعني ركز عليها، وفكرة إنه أصل أنا خدتها يعني تقول له إيه، لا أنت خدتني من بيت ماما بتعمل اللي هي عايزاه، بتطلع بتروح بتيجي، ما تجيش دلوقتي تتحكم فيا وتقول لي كذا. هي عندها حق، لأن أنت كنت شايف كل ده وأبوك حذرك ووافقت عليه. بالظبط. بصي يا دعاء، اللي بيحصل إيه؟ زي ما أنت بتقولي، تقول لك أصل أنا بحبه، هو يقول لك أصل أنا حبيتها. ده مش ما اسموش حب، ده اسمه شغف. انت مش شايف العيوب، انت شايف البني ادم ومتغاضي تماما عن عيوبه. مرايه الحب بقى بتدشدش امتى؟ بعد ما بندخل نشيل المسؤوليات ونعيش مع بعض في بيت واحد. تمام. هي طالعه شايفه في البيت ان ماما هي اللي بتسيطر، وماما اللي ليها كلمتها، وماما بتروح الشغل وما بتعملش وما بتعملش وما بتعملش. فهي طالعه حبيبي من البيت، هي عقلها متغذي ان هو ده الوضع الطبيعي. ففكره بقى اصل احنا بعد الجواز هغيره او بعد الجواز هغيرها، دي ما بتحصلش. اللي بيحصل انه مشاكل كتير جدا 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 بتيجي لانه لا انت هتقدر تغيرها ولا هي هتقدر تغيرك. النشأه اللي بتطلع منها من البيت دي بتبقى اساسيات، دي بتبقى خلاص، دي في العقل وفي السب كونشس ما بينفعش نغيرها. امتى اقول لك ان انا غيرته يا دعاء؟ المعامله هي اللي بتخلي اللي قدامي يبقى بني ادم احسن او اسوا. في الحاله دي بيبقى الطرف اللي قدامك اسوا. ليه؟ لان انت تغطيتي عن عيوب، انت ما شفتيش العيوب اصلا. فابتدينا ندخل في مشاكل كتير، خناقات، مين اللي بيصرف؟ لا انا هنزل الشغل، لا انا اصلا انا مش متعود ان امي بتشتغل. ايوه بس انا امي بتشتغل، لا احنا ما اتفقناش على كده. فتلاقي المشاكل، حتى المشاكل اللي ممكن تبقى عادية في أي بيت بتتحول في البيوت دي لمشاكل جامدة جدا بتهد البيت فعلا على أصحابه. في حديث شريف عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول تخيروا لنطافكم فإن العرق دساس. طبعا. ودي ممكن نرجع للمثل الشعبي اللي احنا حافظينه كلنا، العرق يمد لسابع جد. أيوة. هل لازم بالضرورة أقعد أدور على الأصل والعيلة ومن بلد ايه واقعد ادور، ولا الناس دلوقتي ما بقتش تسال؟ يعني هم ايه، بيشوفوا واد لطيف كده وجاي وبتاع يلا يلا. وبستغرب جدا الاهل اللي ممكن مثلا الابن يروح من غير اهله ويوافقوا،
يقول لهم اصل ماما مش موافقه بس انا راجل وانا كلمتي، فيقولوا ايه خلاص خلاص احنا بنشتري راجل مش مهم، عايزين يتجوزوا بنتهم وخلاص. فمالوش كبير، مالوش عيله، مالوش حد نرجع له لو عمل فيها اي حاجه احنا ما اتفقناش. يجوا مثلا يشتكوا الام ولا ابوه يقول لهم احنا كنا اتحطينا ايدينا في ايديكم عشان تيجوا تشتكوا لنا. فهي الفكره كمان انه الاهل بيفرطوا في بنتهم لما بيوافقوا على ولد كده جاي لهم لوحده من غير اهله. تمام، خليني اقول لك بقى على حاجه مهمه، دي ما اسمهاش جوازه، دي اسمها صفقه. انا خلاص رحت واحنا الواد عجبنا وشغله وبتاعه ملناش دعوه باهله، فده ما بيبقاش جواز يا دعاء. اصل الجواز مش راجل وست، الجواز بيبقى عيلتين اسرتين. بمنتهى البساطه حتى لو احنا ما بقيناش نسال، انت ولادك ما لهمش ذنب، هم طلعوا لقوكي انت مامتهم وده باباهم ودول عمامهم ودول خلانهم، يبقى الواجب عليا انا كأم او كأب اختار ام ابني، اختار خلانه، اختار عمامه وعماته، لان هو بيطلع وعيني لقى نفسه في الوضع ده من غير ذنب. فعشان كده حتى لو انت مش عايز تسال على سابع جد او مش عايز تسال البلد او العيله، اختار البيت نفسه، اسال على البيت، الخلان، العمام، هل ينفع الاثنين دول ابسط حاجه يحضروا مع بعض افطار جماعي في رمضان؟ مش هيبقى في اختلاف مثلا في طريقه الكلام، في طريقه اللبس، في طريقه المعامله؟ هل ينفع ده يبقى عم ابنك؟ هل ينفع ده يبقى خال ابنك؟ يعني مش لازم ندخل قوي في السؤال زي ما انت بتقولي، لان كترنا وبقينا زحمه. وبعدين بتبقى ماده للمعايره، يعني هي تقعد تعايره بالعيله وهو يقعد يعايرها. طب وليه ناخد الموضوع انه كماده للمعايره؟ يعني ما مش عارفه ابوكي الله يرحم، اما كان مش عارفه ايه والله يرحم، والله يرحم والدك، والله يرحم. وليه يعني اقصد كل واحد ياخد المناسب له عشان ما يبقاش ماده بعد كده ان احنا نعاير بعض او نعلي على بعض. لانه من اهم اسباب الانفصال، والكلام ده درسناه مع جون جوتمان، انه اربع حاجات بتخلي الاسره دي او العيله دي بنسبه 95% ويمكن نسبه اعلى من كده بتوصل للطلاق، اللي هي النقد المستمر، ان انا اديكي نصيحه كاني بنصحك بس اديها لك وانا غضبان فطول الوقت بنتقدك، او الازدراء ان انا طول الوقت بقلل منك، اللي هو الله يرحم ابوك، الله يرحم امك، الله يرحم، روحي شوفي اهلك، روحي شوفي مش عارفه ايه. تمام، والمماطله. فالحاجات دي يا دعاء من مسببات الطلاق الرئيسيه. في خلال 10 سنين لو لقيتي ده موجود في اي بيت، توقعي ان هم في خلال 10 سنين ما بيكملوش، ولو ما اتطلقوش رسمي يا دعاء بيبقوا منفصلين نفسيا ووجدانيا في بيت واحد. طيب انت من الاول بتعاير بالاب والام والعيله، ما هو انت حبيبي حفيت عشان تتجوزها، يعني انت حفيت عشان الناس اللي انت بتعايرها بيهم دول يقبلوا جوازتك. ونفس الحكايه انت، ما انت برضو قلتي لمامتك انا مش هتجوز غيره ومش عايزه غيره، على الرغم ان احنا طول الوقت مثلا بتنبهي بنتك ان ده مش هينفع عشان كذا، او ده مش هينفع عشان كذا، او زي ما انت قلتي اصل ده مش من توبنا. تمام، ف احنا كل اللي احنا بنقوله ده عشان نتجنب اللي هيحصل قدام. طب خليني اخد اتصال من ساره. الو. ايوه اهلا يا ساره، ازيك؟ الحمد لله. انا كنت بس عايزه اسال سؤال. قولي. انا كان في يعني انا جوزي كان حد صراحه كان حد وحش جدا يعني وكده، فانا الحمد لله الحمد لله ربنا قدرني وان انا يعني صلحت منه كتير جدا. ما كانش بيصلي وبقى يصلي وكل ده. بس في بعض الاحيان بنتعرفوا مثلا مع بعض وهو كويس قوي معايا وطيب ويعني صراحه كويس جدا جدا. طب الحمد لله. بس انا عايزه اسال يعني مثلا احنا في بعض الاحيان بنتخانق مع بعض. فانا مش عارفه مثلا ساعات ايه اقول له، يعني انا اللي خليتك كده، انا ما ينفعش، يعني مش عارفه يعني. يعني هو كان عنده صفات مش كويسه، فانت بتقولي ان انت اللي غيرتي الصفات اللي مش كويسه دي. وفي بعض الاحيان دايما بفضل يعني مثلا الحرام والحلال وكده، لان هو ما كانش يعرف حاجه خالص. فانا بفضل دايما اقول له. طب بتيجي يعني بعد كده تعايريه وتقولي له ما انا اللي عملتك او انا اللي قلت لك؟ لا الحقيقه انا مش بعاير، يعني مثلا ايه أو افضل اقول له ايه لما مثلا يعمل حاجه غلط افضل اقول له الله يصلح حالك، ما ينفعش كده. ف
فبحس ان انا مثلا كده غلط ولا صح، ان انا باخد كل شويه لا انت لازم دي غلط ودي صح. هو ساعات بيتقبل طبعا وكتير بيتقبل، ده كويس قوي ان هو بيتقبل. يعني هو ما كانش مثلا بيصلي وكان ما كانش بيعمل حاجات، يعني كان كل حاجه غلط، كل حاجه غلط في حياته. فالحمد لله يعني ان انا ربنا حاطيني في طريقه. فبفضل بقى ساعات بقى مثلا الاقيه ايه بييأس مني في نص الموضوع. يعني مثلا يفضل يعني مثلا في موضوع الرزق ده انا افضل اقول له الرزق ده ربنا بعته لنا يعني بقدر وهيجي لنا كده كده زيه زي الموت يعني. بس هو بقى ساعات ايه يعني شويه الجهل بيغلب عليه. ف طب ازاي هو ربنا هيدينا وانا هبقى عملت ايه في دنيتي وحش؟ مش بيبقى يعني فاهمين مش راضي يعني، يعني مش راضي عنده عدم رضا. هو دايما يقول الحمد لله بس فاهمه انت عايز دايما يكون هو في الاحسن. بيقول لي انا مش لازم افضل في محلك سر يعني انا لازم اطور من نفسي وكده. فانا حاسه ان هو يعني يا دايما اقول ربنا. انتوا متجوزين يعني بقالكوا قد ايه؟ بقى لنا 11 سنه. طب زي الفل. هو الحمد لله ما فيش حد كامل، وهو كان في شويه حاجات اتصلحت الحمد لله تماما الحمد لله. وهنفضل طول ما احنا عايشين في ما فيش حد كامل، هيبقى في عيوب بتظهر. انت عايزه تسالي عن انك ما تقوليلوش على اللي فات، ولا عايزه تسالي عن ايه يعني؟ اديني سؤال بالتحديد. انا سؤالي ان انا مثلا بفضل اقول له ده غلط ده صح ده غلط ده صح طول الوقت مثلا. عايزه اعرف ان ده مثلا هيبقى حرام عليا ان انا كل شويه اقفله على الواحده ده غلط ده صح. طيب حاضر يعني. بس حاضر يا سارة. طيب اخد رانيا. رانيا الو، ازيك يا رانيا؟ ازيك يا دعاء عامله ايه؟ الحمد لله اهلا بيك. مبسوطه جدا ان انا وصلت لك، عرفت اعمل مداخله معاك. اهلا بيك يا رانيا، اتفضلي سؤالك. بصي هو انا بحب حد تمام، وهو المفروض ان هو بيحبني، وفي مشاكل ما بين اهله واهلي. يعني دايما الاهل بيبقوا باصين للنظرات، هي حاليا في المجتمع ده ما بقتش موجوده زي زمان. يعني فهماني، يقول لك الوضع الاجتماعي لا ده طب هيعيشك ازاي. طب ما هي الشباب دلوقتي الظروف كلها صعبه على كل هو مين. الوضع الاجتماعي فيه ايه الفرق بينكم وضع مادي ولا اجتماعي؟ بصي هو من ناحيه بقى الجهاز، يعني هم قعدوا مع بعض واتكلموا إيه انت هتجيب ايه واحنا هنجيب ايه. فحصل مشكله في التفاصيل اللي هو انت هتشيل كذا لا احنا هنشيل كذا. تمام، فانا كنت محتاجه الاهل يساعدوا شويه، اهلي انا عموما او اي شاب بتقدم دلوقتي الدنيا صعبه. فكنت محتاجه ان هو ايه، هل انا امشي ورا اهلي واسمع كلامهم ان هم خايفين على مصلحتي وان المستقبل اللي جاي وكده؟ طب هو معاه فعلا ولا هم يعني بيبخل؟ لا هو شاب بيبني نفسه. هو شاب طبيعي بيبني نفسه زي اي شاب اليومين دول، ووالده اخره معاه مثلا يقول له انا هجيب لك اوضه او اوضتين وانت كمل. بس تيكي شايفه الحياه والدنيا عامله ازاي، بس انا بحبه وشايفه ان احنا ممكن نساعد بعض. ايه انا كمان بشتغل فحاسه ان احنا ممكن ندي مع بعض. هل اللي انا هعمله ده صح ولا استنى شويه؟ اهلك بيقولوا لك ايه؟ بيقولوا لي لا، بيقولوا لي لا هتتعبي وهياخد كل فلوسك وهيبقى معتمد عليكي طول الوقت، لا هاتي كذا لا اعملي كذا، الدنيا بقت صعبه. فانا بصراحه محتاره مش عارفه اعمل ايه، هل اسمع كلامهم فعلا هم خايفين على مصلحتي، ولا ده بقت حياتنا كلنا ولازم كلنا نساعد بعض ونقف جنب بعض؟ وهو على المستوى الشخصيه والاخلاق وكده عامل هو ايه؟ هو كويس وبيحبني وشاريني ومستعد يعمل اي حاجه، لدرجه ان هو بيدور على وظيفه تانية تساعد معاه. يعني بيحاول ان هو يشوف وظيفه تانية ان هو يشد حيله كده ويكمل ويجيب الحاجات اللي ناقصه اللي اهله رافضين يجيبوها له اصلا. طيب وهم على المستوى الاجتماعي مستواهم الاجتماعي ملائم ليكوا؟ يعني انتوا من طبقتين زي بعض تعليما وشكلا وكده وموضوعا، بس الماديات فارقه شويه. ايوه برافو عليكي. طيب هي دي المشكله. ميرسي معلش هتاخد. شكرا ليك يا رانيا، عشان محتاجه قرار. ميرسي روحي. شكرا ليك يا رانيا. طيب ممكن رد على رانيا سريعا كده الاول وبعد كده. بصي يا رانيا، طالما المستوى الاجتماعي قريب يا حبيبتي، فاي اتنين في الدنيا ممكن يبتدوا حياتهم من اول وجديد. وانت ممكن تقنعي ماما وبابا انه ممكن يجي واحد يقول لك انا عايزها بشنطه هدومها ويقعدك في قصر واحسن عربيات، بس انت ساعتها او ماما وبابا ضامنين انه البني ادم ده يعاملك باحترام، ما يكونش بيمد ايده عليكي مثلا، ما يحسسكيش بعد كده ان هو شريكي بفلوسه، فدي بتبقى حاجة صعبة جدا. لكن طالما المستوى الاجتماعي قريب يا دعاء، أي شاب النهاردة
مش هيقدر يعمل اللي كان بتعمل من سنتين ثلاثة ويجيب كل حاجة ويعمل كل حاجة. وأحسن حاجة في الدنيا إن إحنا نبتدي نبني بيتنا مع بعض. كده كده يا رانيا حتى لو ما كنتيش بتشتغلي فالظروف الاجتماعية والاقتصادية حالياً بعد ما يبقى عندك ولاد احتمال كبير جداً تبقي محتاجة إن أنت كمان تشتغلي وتساعدي، تمام؟ ممكن تاخدي واحد مادياً هايل جداً بالنسبة لماما وبابا، وبعد ما تتجوزي بكام شهر كل ده يروح. بس دايما بيقولوا لهم اسمعي كلام ابوكي وامك وما توقفيش قدامهم، ممكن يبقى هم رؤيتهم احسن وافضل وكده. الرؤيه بتبقى احسن وافضل يا دعاء في حته الاخلاق والتربيه والاصول، مش في حته الفلوس خالص. يعني فكره ان هو اصل هو ما معهوش وهيتعبك وطمعان فيكي، دي بتبان بقى من التربيه، من الاصل، من شكل البيت بتاع العريس او بتاع العروسه، دي بتبان من الاول. فساعتها ما اقدرش اقف قدام اهلي لان هم بيبقوا فاهمين اكتر. لكن لو الولد فعلا كويس واخلاقه كويسه بس هم مش عايزينها تتعب او تتجوز وهي محرومه من حاجات كتير، فده مبقاش عائق قوي. طيب سريعا عايزين نرد على ساره بتقول لجوزها طيب. ده صح وده غلط. بصي يا ساره، ما ينفعش اعامل جوزي على انه ابني الصغير 3 سنين واقعد اقول له ده كخ وده صح وده عيب وده غلط، لانه لو سمع كلامك في الاول هيزهق ومش هيسمع كلامك وممكن توصل معاه لدرجه العند. في فرق كبير قوي يا دعاء بين الرضا والطموح. مش معنى ان هو عايز حاجه احسن ومستقبل احسن ان هو كده مش راضي، بالعكس لازم الناس تفرق بين ان انا عندي رضا بالحال اللي انا فيه بس ده ما يمنعش ان انا اطور من نفسي وابقى احسن من كده. تمام؟ يعني في ناس كتير قوي تيجي تقولك اصل هو مش راضي. يا جماعه لما واحد يقولك انا عايز ادرس او عايز اشتغل شغلانه احسن او عايز اعزل في بيت احسن، مين قالك ان هو كده مش راضي؟ هو كده بني ادم طموح. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا مروه الصعيدي. عندنا فاصل قصير ونعود. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة التغابن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. دكتورة سماح عزب أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم، أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك. الأول عايزة أعرف معنى التغابن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفاه. كلمة التغابن يغبن الإنسان، يعني عارفة يحزن ويخجل. اليوم اللي بيخجل فيه الناس من ظلمهم لأنفسهم، ويعني بصي ده حال اللي هم العاصين، إن هو كل واحد عارفة يقول أغبنك، يعني يخجلك أو يخليك في حالة نفسية فيها انكسار. ده معنى كلمة التغابن. الآية الكريمة بتقول يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يوم اللي العصى فيه والإنسان اللي بعد عن ربنا بيجد أثر ده حتى بانكسار نفسي. فاتقوا الله ما استطعتم. هي تقوى ربنا سبحانه وتعالى هتختلف من واحد لواحد على حسب استطاعته ومقدرته؟ طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، شوفي حضرتك الآية نزلت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. تمام كده. فلما الآية دي نزلت كل واحد من المؤمنين اللي هم عندهم بقى حرص شديد على رضا ربنا كان كاد يقتل نفسه، يعني يقف يصلي طول الليل لحد ما رجله خلاص تتعب وحالته، يصوم لحد ما يبقى تعبان جدا، يعني كانوا بيعملوا فوق طاقتهم. فنزل الآية دي فاتقوا الله ما استطعتم، يعني على قدر جهدكم. انت انسان تعبان صلي على قد ما تقدر، بتصوم المهم اعمل كل اللي تقدر عليه، ما تحملش نفسك ما لا تطيق. عشان كده لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بس الآية الكريمة هنا اول حاجة نفكر فيها بدأت بتقوى الله سبحانه وتعالى، يعني اجعل بينك وبين معصية الله وقاية، او بينك وبين عذاب الله وقاية، اعمل كل اللي عليك. واسمعه واطيعه، يعني ايه؟ ما تجادلش وانت تقعد تسال عن ما وراء الحكمه. يعني مثلا تقعدش تقول ليه انا اصوم رمضان بالذات، ليه انا اعمل كده بالذات، بدل ما تقعد تقول ليه ده بالذات قول ازاي اعمله على اكمل وجه.
وتيجي الآية بعد كده وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ما قالتش خير للمحتاج، لا ده الخير راجع ليك أنت، أنت اللي بتزكي نفسك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يعني الخير ده هيرجع على كل بيدخل دايرة الخير يجد الخير. لكن شوفي بقى حضرتك الربط بين الآية والمناسبة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني يقدر أنه يتغلب على شح النفس. هو إيه الشح؟ في فرق بينه وما بين البخل. البخل ده ممكن يكون أنا معايا وامنع، لكن الشح أنا أفضل أطلب حاجة سواء هي ليا أو بتاعتي أو لا، وأفضل وراها وامنع الخير عن الغير كمان. يعني الشح ده مش بس إن أنا بخيل، لا ده درجة أكبر، أنا مش عايز حد ياخد أي حاجة غيري سواء من حقي أو مش من حقي، وكمان مش عايز أدي لحد حاجة مطلقا. يعني عارفة حضرتك الفقر، يعني الواحد فقير إن هو وجد خلاص بيبقى كده شبع ومش بيمنع حاجة، ممكن كمان فقير ويساعد غيره، إنما البخيل معاه مش معاه ده بيمنع عن غيره. طب اللي يقدر بقى يضغط على نفسه ويضغط على حب المال ده هيكون هو جزاؤه ايه؟ هو من المفلحين. فأولئك هم المفلحون، هيلاقي الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. طب أنا برضو وقفت عند واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا. اسمعوا ايه؟ اسمعوا الأوامر التي أنزل الله لكم. يعني مثلا اسمعوا غير أطيعوا. أبصي حضرتك، أسمع يعني ان انا انتبه واركز، واطيعه انفذ، يبقى اسمعه يعني اعلم اعلم على بوجه صحيح، واطيعه يعني انفذ تنفيذ. انفذ بقى مش اسمعه وخلاص. اسمعه واطيعه واللي بعدها على طول انفقه، عشان يقول لنا انت دلوقتي عملت الجزء الخاص بالاعتقاد. فين بقى الترجمه العمليه؟ يعني ابتدي بقى يبقى لك دور كمان زي ايه؟ واقيموا يعني الصلاه. يعني اسمع واطيع دي ممكن يدخل في تحتها الصلاه والزكاه، كل حاجة. كل حاجه، بس انفقوا جت لوحدها بشكل مفصل، لان دي حاجه صعبه على الانسان. الانفاق ان انا اخد من عندي، ان انا اللي هو من يوق شح نفسي. شوفي حضرتكم مرتبطين ببعض ازاي. الانفقوا لان دي من الحاجات اللي بتبقى صعبه على النفس، ان الحب المال والانسان يتخلى عن شيء ملكه لغيره. فده هيحدث امتى؟ لما الانسان يكون عنده ايمان عالي ويعرف ان اللي بينفقه ده هيعود عليه. عشان كده جاب لحضرتك كلمه خيرا لانفسكم. وعشان كده وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. جميل. طيب خلينا نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل حلقتنا. السلام عليكم ورحمة الله، وصباح الخير والسعادة، صباح الخير المتدفق في كل مكان. احنا دلوقتي على أرض الواقع وحوالينا خير كتير جدا جدا جدا. صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية البر والتقوى في قافلة عظيمة جدا رايحة لأهلنا وأسيادنا في حلايب وشلاتين، علشان الخير يصل إلى ربوع مصر كلها، علشان الخير يصل إلى المناطق النائية والأسر الأكثر احتياجاً. قافلة عظيمة تحتوي على 88 طن مواد غذائية و20 طن خضروات ومفروشات وأجهزة منزلية وملابس. يقول الله عز وجل: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قافلة عظيمة جدا، معها الدكتور عماد عوض. أهل الخير، زي ما انتم شفتم فضيلة الدكتور الشيخ رمضان عبد الرازق وهو بيسلمنا القافلة وهي بتتحرك من الجيزة، الكل جاي عشان يشارك معانا الفرحة الكبيرة دي. اتصلنا على صندوق تحيا مصر، وبصراحة لما عرفوا ان احنا رايحين حلايب وشلاتين فرحوا جدا. الحمد لله
مزرعة البر والتقوى اللي انتوا بتساعدونا فيها خرجنا منها 20 طن بصل عشان يروح لأهالينا هناك، وخاصة ان هم ما عندهمش مزارع، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر واهل الخير 8000 كرتونة غذائية. جينا في عز الحر زي ما انتوا شايفين، يعني ربنا يا رب يتقبل ويجعلها في ميزان حسناتكم وحسناتنا. واقفين في الغردقة بالتحديد امام محافظة البحر الاحمر، وعشان ننطلق لمشوار بعيد هيتخطى 800 كيلو عشان نوصل لحلايب وشلاتين وابو رماد. لا يمكن يعدوا علينا مثلا في حياتنا، ممكن هم لا احنا نروح لهم ولا هم يجوا لنا، ولا هم شافوا القاهرة دي شكلها ايه، ولا احنا شفنا حلايب وشلاتين شكلها ايه، لكن يشاء ربنا سبحانه وتعالى انه يجعل همزة وصل بين ناس قاعدين هنا وناس قاعدين هناك، دول يكونوا سبب في ان دول مثلا يتبسطوا ويأكلوا ويقضوا وقت سعيد بسبب حاجات او هدايا راحت لهم، ده جزاؤه ايه عند ربنا سبحانه. شوفي حضرتك لما الواحد يكون قاعد في ضيق وكرب وبعدين يلاقي ربنا سبحانه وتعالى يسرها عليه ببركه عمل او ببركه دعوه حد هو ما يعرفوش ولا سمع عنه ولا قابله في منطقه زي اللي احنا شايفينها دي، فجمعيه البر والتقوى هي همزه الوصل اللي بتوصل المساعده اللي انت عايز ربنا سبحانه وتعالى يعني تنال بها تفريج الكرب، وبتعملها ابتغاء مرضات الله للاماكن زي ما احنا شايفينها كده. اولا طبعا حضرتك المسافه بعيده جدا، يعني لسه كان الدكتور عماد عوض بيقول لي اللي هي 18 ساعه واكثر في الذهاب والاياب، 20 ساعه، درجه حراره عاليه جدا، العربيات المراوح والحاجات الاجزاء الداخليه بتبوظ من الحراره، الشباب والناس اللي هي تطوعت وراحت المسافات دي كلها وجدت معاناه قد ايه. فتخيل حضرتك انا اقدر اساعد في الخير ده وانا في بيتي بان انا ابتدي اتصل بجمعيه البر والتقوى واساهم واقول لهم انا عايزه اشارك في الخير ده حتى ولو انا من مكاني، واسال ربنا سبحانه وتعالى انه يتقبل مني. التعب ده كله يهون لما اشوف فرحه الناس هناك ازاي هم بيستقبلوا الحاجات اللي جايه لهم دي. يعني شوفي حضرتك كم من الخضروات اللي طلعت من مزرعه البر والتقوى اللي احنا بنقول دايما ان اطعام الطعام ده له ثواب كبير، والمساهمه في المزرعه من افضل الامور اللي احنا نحرص عليها لان فيها خير كبير منها تفريج الكرب. شوفي بقى حضرتك ما شاء الله اللهم بارك كم العربيات اللي راحت، شوفي بقى شكل البيوت اللي هي راحت لها عشان نعرف فعلا ان المساعده والمساهمات دي راحت للمستحقين فعلا. أنا وأنا قاعد كده بشوف في بيتي أقول ألاقي الخير ده كله، أقول يا رب اجعل لي نصيب في إدخال السرور على الناس دي، في إدخال الفرح على الناس دي، وتقبل مني. وأقعد أفكر كده يعني المجهود اللي أنا هعمله عشان إن أنا أو الوقت اللي أنا هعمله عشان أنا ساهم في ده، يعني أدعي ربنا يتقبل مني، بس أعرف إن وراء ده جهد كبير جدا قامت بيه الجمعية. شوفي حضرتك التعبئة وإحضار المواد الغذائية، وشوفي شايفين مراتب وشايفين يعني مستلزمات كتيرة جدا ساهمت فيها الجمعية مع بالتعاون مع صندوق تحيا مصر. وشوف القافلة ماشية في يوم كان حر فعلا، حرارة شديدة زي ما احنا شايفين كده. فأنا لما أعرف كده لا ما أحرمش نفسي من الخير ده. كمان القافلة دي حضرتك كان فيها لعب أطفال، يعني كان في سكوتر، كان في لعب مختلفة لأعمار مختلفة للأطفال. تخيلي حضرتك الفرحة اللي الولاد شافوها، يمكن إن شاء الله في تقارير تانية حضرتك شوفي فرحة الولاد وهم بيلعبوا باللعب. يعني جمعية البر والتقوى بتهتم حتى بالتفاصيل، يعني هتوصل المساعدة دي لأكتر مكان بعيد إحنا ما نسمعش عنه، كمان في تفاصيل مهمة جدا بتدخل السرور على الناس الموجودة في المكان ده. يعني اتقي النار ولو بشق تمرة. أيوة. كل حاجة صغيرة ربنا سبحانه وتعالى يعني هيجازي بيها طبعا، وأصغر شيء هيتكتب. يعني حضرتك بتقولي أنه يعني ممكن رزاية تبقى محطوطة في الكرتونة
يعني تكون سبب في انه حد يعتق من النار. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. ذره يعني شوفي حضرتك جزء صغير، ما فيش حاجه بتضيع ابدا حتى ولو ذره. فانا لما اسمع الايه دي خصوصا، واحنا طبعا بنقراها في سوره الزلزال وبنعلمها لاولادنا، نستحضر المعنى، اعرف ان اي شيء بعمله لا ده مؤيد ومسجل وربنا هيجازيني عليه. فلما تجي لي رساله الخير دي النهارده، وخصوصا احنا داخلين على ايام مباركه، بمعنى ايه يرى؟ يراه هو شخصيا، يعني يرى الحاجة اللي عملها ولا يرى الخير اللي جاي من وراها؟ يرى الخير أو يرى الشر اللي هو اللي عمله. بصي حضرتك، يرى نتيجة الخير أو الشر. فأنا لما أعرف كده، لا أنا محرمش نفسي، وافتكر دايما لا تحقرن من المعروف شيئا. يعني أنا ما أقولش ولا أستقل بشيء أنا عملته، لأن كل حاجة هتحاسب عليها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن الخير إن تجيلي الرسالة دي من جماعة البر والتقوى النهاردة، واشوف الخير الكبير ده، وان شاء الله لسه في قوافل تانية واحنا داخلين على العيد، فافكر إن ازاي ان انا افرح الناس دي. وبعدين حضرتك دلوقتي الموضوع بقى فيه يسر، انا بس اللي هعمله ان انا اتصل واقول انا عايز اساهم معاكم، واعرف ان المساهمة دي بتروح مكان بعيد قوي. طالع دلوقتي المشاهد بتاعت صكوك الاضاحي، يعني بما ان حضرتك موجوده معانا نسمع بقى الايات القرانيه اللي تحدثت عن فكره الاضحيه. طبعا اول حاجه ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. شوفي حضرتك يعني جزء عام ده، السور القصيره احنا بنقراها بنعلمها للولاد، عايزين نستحضر معناها ونفهم الولاد. وفي سوره الصفات وفديناه بذبح عظيم، نفهم الاولاد كمان قصه الذبح، وازاي ان سيدنا ابراهيم خليل الرحمن لما ربنا يعني اختبره هو وسيدنا اسماعيل، سيدنا اسماعيل قال له يا ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. يعني انا هنفذ اللي انت يعني شفته في المنام، وده امر من ربنا سبحانه وتعالى. طب ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. نفتكر الايه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يبقى انا استحضر نيه ان بقول يا رب الحمد لله والشكر ليك ان السنه عدت عليا، وان انا بعيش هذه الايام، وقدرتني ان انا اساهم في الذبح، قدرتني ان انا اساعد غيري، خلتني اخترتني انا اكون واسطه في ايصال مال الله الى عباد الله. اصل المحتاج ده حضرتك في اي مكان هيجي له رزقه، هيجي له. فمن الخير والشرف ان ربنا يختارني انا ان اكون سبب في توصيل الخير ده له. فأحذر بقى من مداخل الشيطان اللي يقول لي ايه، لا ده انت مثلا ممكن تحتاج الفلوس، احنا مثلا في ايام ممكن تيجي عليك صعبه، كل الحاجات دي كلها. فالقران الكريم بيقول لنا الشيطان يعيدكم الفقر. يعني الشيطان هيدخل لك من المدخل ده، فاحذر منه واحذر من التسويف. لان عارف حضرتك في ترتيبات كتير بتتعمل قبل الذبح، يعني شوف حضرتك عشان توصل لاماكن بعيده بيبقى في تجهيزات، وبيبقى طبعا تجهيزات للعربيه والذبح، امور كتير قوي. فانا ما اجيش على الاخر وابتدي ان انا اقول انا نويت اتوكل على الله سبحانه وتعالى واتصل بدري. وربنا سبحانه وتعالى، لا في حديث شريف بيقول انه ربنا اختص بعض الناس لقضاء حوائج الناس. هل الاضحيه دي حاجه من حوائج الناس ولا دي حاجه تانية؟ بصي حضرتك، اولا الاضحيه دي سنه مؤكده وشعيره، لكن برضه فيها ان انت بتساعد الناس. ما هو زي ما يعني شوف حضرتك منظر البيوت اللي احنا شفناها دي، وفي المسافات البعيده اللي احنا شايفينها دي، طبعا هناك في ناس ما بتشوفش اللحمه حرفيا غير من العيد للعيد، وممكن يجي العيد كمان وما يشوفوهاش. عارفه حضرتك يعني من الحاجات اللي انا سمعتها طبعا من الناس اللي راحوا القافله ومن الدكتور عماد عوض، ان الناس دي ما تعرفش حاجات كتير عن اكل بالنسبه لنا عادي. يعني مثلا ما يعرفوش شكل الحلويات، ما يعرفوش شكل حاجة احنا بالنسبة لنا دي موجودة ومتوفرة. طيب الناس دي لو انا في امكاني ان انا اساعدهم، افرج الكرب عنهم، افرح رب الاسرة اللي مش قادر ان هو يجيب متطلبات اولاده، شوفي بقى حضرتك الخير الكبير اللي هيجيلي. شوفي حضرتك شكل البيوت اللي هي ما فيش فيها سقف وما فيش فيها حيطان، هي عبارة عن اربع اعمدة كده وخلاص. دول عايشين ازاي وفي الاماكن البعيدة دي؟ طب يبقى انا لما اساعدهم ووصلهم هم يشوفوا الخير ده ويدعوا لي، اقعد افكر في كل ده، وخصوصا واحنا داخلين على العيد اللي هو حضرتك ادخال السرور والبهجه على الناس كلها. طب افكر في كل ده؟ لا، يبقى افتكر وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. يبقى انت بتقول يا رب تقبل مني، يا رب قدرني، الحمد لله يا رب والشكر ليك انك جعلتني سبب في الخير ده.
طيب وهل دي برضو تندرج تحت الآية الكريمة أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ حلو قوي حضرتك قلتي، شوفي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بصي اللي جابه وما تنفقوا من شيء، اللي احنا لسه بنقولها. حتى ولو حاجه صغيره، حتى لو حاجه انت شايف ان هي عاديه بالنسبه لك، ده هو ما يعرفهاش. يعني انا حضرتك كمان الاطعمه اللي انا قعدت اسمعها هم ما عندهمش فكره عنها ومستغربين كمان هي ايه. لا يعني حاجه زي كده تخليني ان انا اسارع وان انا اقول انا لازم اساعد الناس دي، واقعد افكر بقى في الكريم في ربنا سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين هيجزيني ازاي لما انا ابتدي ان انا اساعدهم وابتدي ان انا احاول افرج عنهم الكرب ويعني ان انا اساعد ان العسر ده يزول من عندهم. دكتورة سماحة عزب أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم، شكرا لحضرتك. عندنا فاصل قصير ومكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. مشاهدينا مرة تانية، الحقيقة موضوعي دلوقتي أنا نفسي منبهرة وأنا قاعدة بسمعه في الفاصل، لأنه هو موضوع مهم وفي نفس الوقت شوف أنا بقالي كام سنة بعمل لقاءات مع دكاترة وأطباء وكده، أول مرة أسمعه. في حاجة اسمها إنك لازم تقوي الحوض بتاعك. يعني إيه أقوي الحوض؟ يعني بيحصل فيه مشاكل، فالحوض ممكن الحوض جواكي ممكن يسقط أو يبقى مش في أدائه الطبيعي، فبتعملي جلسات عشان الحوض يقوى. في حملة اسمها قوي قبل ما تشتكي. طيب إيه هي الحاجات اللي ممكن تحصل نتيجة إن الحوض ضعيف أو الستات ممكن تشتكي من إيه؟ هتستغربوا جدا إنه حاجات إحنا لا يمكن نتخيل إنه بسبب إن الحوض مش قوي، مثلا الإسهال، حاجات يعني سلس البول، حاجات عمرنا ما تيجي في بالنا ان احنا ندور على الحوض، لا احنا بندور على دكتور بطنة. طيب عايزين نتكلم اكتر باستفاضة عن الموضوع ده. انا بتشرفني لاول مرة دكتورة ميرفا تشيتا، استشاري تأهيل امراض عضلات الحوض، كلية طب جامعة اسكندرية وزميل جامعة فرانكفورت المانيا. منوراني يا دكتورة. ده نور حضرتك يا استاذ دعاء. احكي لي بقى دكتوره ميرفت كده، هو التخصص ده الاول يعني حضرتك ما اتعلمتيهوش هنا، حضرتك درستيه بره بالظبط، احكي لي بس الطلعه الاولانيه كده، ده درستيه ليه او 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 كان بدايته ايه؟ هي كانت بدايته ان هي دي جهاز جالنا في القسم في جامعه اسكندريه عن اسمه البايو فيدباك، بنعمل بيه تاهيل عضلات الحوض، وكنت اول واحده يعني ايه، هو عايز ان المريض والدكتور يبقوا اصدقاء كده، يعني لازم نبقى قريبين من بعضنا، حاسس العيان ان انا قريبه، عشان دي جلسات انتمت قوي بتحط في المهبل والشرج، فلازم اكون قريبه. فعجبتني الفكره وكانت رساله الدكتوراه عملتها، وبعدين جاب فرصه، كان جوزي مسافر بره مصر في المانيا في فرانكفورت، فرحت معاه، فكانت الفرصه كبيره بقى جدا ان هم حبوا قوي ان يكون في حد عربي بيتكلم مصري والماني ويقدر يعمل الجلسات دي للعرب اللي بيبقوا موجودين هناك، لان هي عايزه المريض والدكتور يفهموا بعض قوي. ايوه فابتديت بقى من هناك اتعلم معاهم الخبره، ايه انواع الاجهزه، بنشخص العيان اساسا ازاي، الامراض اللي بيعاني منها بيتحسن في قد ايه. اكتشفت ان الجلسات دي زي بتفصلي حاجه لكل عيان، بحيث انه يعمل مش عدد جلسات زي العلاج الطبيعي 12 جلسه و20. هم ده ملوش علاقه بالعلاج الطبيعي، يعني نوع من انواع العلاج الطبيعي بس مميز قوي، عايز ان احنا نقيس ارقامه على اساس هنعمل جلسه متفصله، جلستين ثلاثه، يفرق العيان علشان يبقى صحته احسن، لان احنا كلنا عضلات الحوض بالعمر بتضعف، يعني ما فيش كلام، الستات حمل وولاده وواقفه كتير، الحمل في حد ذاته مش شرط على فكره ولاده قيصري وطبيعي، لما الحمل بيعمل تقل بينزل عضلات الحوض، الوقفه، الشيل، سيدات مصر بقى والمجهود طبعاً اللي بيعملوه، الامساك، الامساك، الامساك الاطفال بالذات البنات، انا بلاقي في العياده حالات بتبهرني ان انا يعني بوقفه قدامي 13 سنه وعندها سقوط في عضلات الحوض وهي صغيره ما خلفتش، طبعا مشكله كبيره جدا. فدي حاجه منين؟ من امساك، بتعمل تولد كل مثلا 5 أيام 6 أيام وبتضغط كتير فتسقط عضله الحوض، يبتدي الشرج يسقط وتضعف عضلات الحوض، دي تيجي تتجوز يبقى عندها مشكله كبيره جدا في العلاقه الزوجيه، صعوبه والمكان متشنج ومقفول، انه بيعمل جيوب شرجيه بقى خلاص كمان سقط ويعمل جيب شرجي، مشكله في البول، كل ما تحس ان عايز تعمل بول لازم تدخل بسرعه والحاح المثانه وتدخل كتير،
ما بتعرفش. طب ايه ايه الامراض المترتبه على ضعف عضلات الحوض؟ يعني ايه الحاجه اللي ممكن تحصل لها او الاعراض؟ اول حاجه مشهوره جدا الناس كلها عارفاها اللي هي طبعا سلس البول. ان انا ممكن نوعين، ممكن انا اكح يبتدي ينزل مني البول لان العضله ضعفت، ودي بتحصل لمعظمنا في اخر شهور الحمل عادي، بنصبر بعدها شهر 2-3 لان العضلات سبحان الله ربنا بيديها 3 شهور ترجع تاني. مزمش. رجعت خلاص، ما رجعتش يبقى في مشكله، يبقى لازم اروح اقيس واعمل جلساتي اقوي، ما استناش بقى للبيبي التاني والبيبي التالت او ان انا اكبر في السن يبقى عندي مشكله كبيره ولابسه مثلا حفاضات وانا كان ممكن عليك. طب انا انت يعني حاجه ذكرتي فكره الكبر في السن، هل الكبر في السن بنشوفها كتير موضوع سلس البول في في, في سن متاخر، هل خلاص دي فرصتهم في العلاج راحت؟ حسب القياس بقى، لو المريضة مثلا عندها سكر وبنقيسه لان العصب الحوض ضعيف جدا فمعناها المريضة فرصتها قليلة. ودي الحالات على فكرة اللي بتعمل سقوط، اللي بيجيلها برضو سقوط في الرحم والمثانة، سقوط الشرج، دول اللي بيعملوا العمليات وما بيتحسنوش لانه جاب دباسة او شبكة ورفع والعصب ضعيف والعضلة ضعيفة فبتسقط، فتقول لك العملية ايه؟ فشلت. فليه نسيب الحاجات تسقط من الاول؟ لان الحوض ده زي سجادة شايله 3 اعضاء دول في السيدات، شايله ورا الشرج قدامه الرحم قدامه المثانه، لو احنا حافظنا عليهم في مكانهم هتساعدنا جدا. علاقه حميميه مميزه لاخر العمر، يعني العلاقه دي مش لزوز صغيرين، لاخر العمر. بشوفهم في المانيا 70 سنه و80 سنه وبييجوا يعملوا يقول لي السكشوال لايف، عايز حياتي الجنسيه تكون متميزه، فاستغرب اقول يا ربي احنا سننا بيبقى صغير والموضوع ده خلاص مجرد ان احنا يعني جبنا اولاد وخلصنا، ما بقاش في صعوبه، ما بقاش في الم، يبقى في استمتاع. الاهم من كده البول، البول اتحكم فيه لاطول وقت. الناس في مصر فيها عيب انها برده بتمسك نفسها كتير، عاده سيئه جدا. يا ريت ما نمسكش نفسنا كل ساعتين نخش نعمل بول حتى لو احنا مش عايزين، لان ده بيبوظ عضلات الحوض، بيعمل فيها تشنج. اجي اعمل بول بعد كده لسه بعمل حبه واطلع ومش عارفه اعمل تاني، ادخل تاني بعد 5 يعني دقايق. يعني التاخير او ان الواحد يمسك نفسه دي غلط. طبعا دي عاده سيئه بتاثر على بالظبط كل ساعتين 3 البول لازم يكون بنخرج، لان هو مش مخزن، هو شغلته ان هو بيحتفظ بالبول وبعدين ارخي عضلات الحوض وفضي. كذلك بالنسبه للستول، البول مش كل مع شويه، العكس في دماغنا لو كنا الاولاد صغيرين فنقول له عود نفسك انك تمسك نفسك، ودي عامله لي جلسات في العياده للاطفال الصغيرين رهيبه. معقوله يعني ده مش صح؟ لا لا لا، الطفل لما بنقول له كده بيحصل له تشنج في عضلات الحوض، ما يعرفش يعمل البول، تلاقي مامته انه قاعد بقى البول بينزل منه وهو مش حاسس او عايز يعمل ملحقش. التبول اللا ارادي بيبقى سببه كده بالظبط. دول اطفال معظم، يعني معظم العياده الاطفال بيتعالجوا، فالدكاتره يستغربوا مسالك يقولوا لا ما نخفف يعني دكتوره ميرفت في جلستين 3 ده سهل. ايوه وهي بتبقى سهل قوي، هو الطفل ده ما بيعملش بول كويس الصبح فيتحوش الحبه دول، اول ما ينام بالليل ساعه ساعتين ماما تلاقي كميه رهيبه تقول ازاي وهو عامل قدامي بول قبل ما ينام، هو ده البول اللي كان موجود فيه خلال النهار. ودي نعمه ان هو بينزل، لانه لو ما بينزلش بيجي لنا نوع ثاني من الاطفال اللي عنده ارتجاع على الكلى والتهابات في الكلى وادويه. فعضلات الحوض دي الراحه لا تاتي الا من خروج السموم من الجسم. خرجوا في اقرب وقت بعد ما ناكل بنص ساعه، ليه ما نخشش بعد الوجبات نقعد 5 minutes 5 دقائق، انا ما بقولش نقعد كتير ونبوش برده كتير ويسبب مشكله، نقعد وحاطين كرسي تحت رجلينا، لو يرجع الكرسي الحمام العربي زي زمان الزاويه 35-45 وعامله ارتخاء لعضلات الحوض، بفضي السموم من جسمي، يبقى مودنا حلو، بناكل صحي، مفيش الهالات السوداء اللي كلنا تحت عينينا وبطننا منفوخه وزربونه وعصبيه. الحاجات دي بتفرق كتير جدا في الصحه النفسيه. طيب دي بتتعمل بتمارين مثلا في البيت ولا لازم اجهزه؟ احنا بنقيس، في طبعا بنقيس، لو لقينا العصب كويس ممتاز انا بفرح، يبقى دي العيانه اللي مش محتاجه مني غير انها بعلمها ازاي تعمل كيجل اكسرسايزز، تمارين كيجل في البيت. هي معيب تمارين كيجل صعوبتها في ايه؟ انها هي مش زي كلمه جديده، هي مش زي ايدينا ورجلينا، يعني انا بقول اقبض ايدي بقى شايفاها، لكن عضلات الحوض دي عضله داخليه زي السجاده، محدش فينا حاسسها. حتى لما عملوا ابحاث كتيره لقوا ان لما بنقول كلام او حتى نكتب للعيان يعملها ازاي تقعد تشفط بطنها تقفل بالفخذ وبالهنش بالظبط. فايده فكره بقى البايو فيدباك، الجهاز اللي بنعمل بيه احنا بنحط جهاز جوه المهبل او للانسات او للرجاله، لما بنعمل كمان رجاله كتير نحط جوه الشرج، نخلي المريضه تمسك فبيبان قدامها جراف وصوره وبتسمع صوت فبتعرف انها ماسكه صح، فتبتدي تلقط ازاي امسك صح. وبعد كده ضعيفه بقى بنقويها بالجهاز اللي هو التشير الكرسي، الجهاز امزله كرسي مغناطيسي بتقعد عليه المريضه، وده احدث اختراع من 6 سنين ممتاز، انا جبته عشان يوفر وقت لان الناس في مصر عضلاتها ضعيفه جدا، ياخدوا جلسات لو البايو فيدباك ده اعتمد عليه ممكن نقعد 6 شهور سنه، العين يتعب والدكتور برده يزهق. فالبايو فيدباك ده عوضناه بجهاز بقى كبير بيقعد عليه زي الكرسي، يقعد عليه بهدومها حسب بقى المكان، هي عايزه المهبل ولا عايزه الشرج، عايزه الحوض كله، تبدا العيانه قاعده والجهاز يبتدي هو يعمل 11000 كيجل في نص ساعه. احنا بقى من غير ما تعمل مجهود، هي قاعده بالظبط وما فيهوش الم ولا اي حاجه خالص، ده بقى مناسب بقى للستات اللي وزنها تقيل بالظبط كله كله. احنا بس المهم ان احنا نظبط، تقعد نص ساعه ولا تقعد ربع ساعه ولا تقعد 5 دقايق عشان ما يبقاش بزنس، تبقى طب
نعرف كل واحده عشان تاخد اقل عدد جلسات والنتيجه تبقى بتتعرف ازاي بقى هي بالكشف بالبايو فيدباك ده بلاي فيدباك جهاز مهبلي كده صغنن زي بالون نحطها كده نقول لها امسكي امسكي اللي هو الكرسي الكرسي موجود وانا حاطه لكم طبعا الصوره بتاعته عشان العين برده تبقى عارفه ان مفيش منه الم مفيش منه وجع وده البايو فيدباك دي البالون الازرق اللي انا بندخلها مطاطه والعين تبتدي تقفل عليها وبتدي نتعلم بيها امسكي صح تتدرب معايا ازاي تمسكي وازاي ترخي وده الكرسي العين بتقعد عليه مفيش اي وجع بيعمل 11000 كيجل في النص ساعه يرفع عالي جدا من غير مجهود بس ما نعتمدش عليه بس ده باسيف لازم العيانه الشاطره نهريهم تيك توك وفيديوهات اكتف لازم تبقي اكتف زي ما بتروحي تعملي تمارين لايدك ورجلكي لاي مكان عضلات الحوض ترفع بالجهاز وانت تعملي طول الاسبوع تمارين شهر 2 3 تعملها ازاي في البيت انها تعملها بنفسها هي خلاص هتحس وانا جايبه لكم معايا جهاز بورتبل صغير قوي زي الموبايل لو تحبوا اوريه لكم صغير جدا بقدر احطه للعيانه تاخده بظبطه للعيانه مش احنا خلصنا جلساتنا ارقامنا بقت كويسه ممكن اديها جهاز بورتبل تستعمله في البيت تظبطه على الارقام بتاعتها تحطه لنفسها مثلا في اليوم كل يوم تلت ساعه تبتدي تعمل تمارين عليه وتقوي العضله عشان حياه صحيه افضل لان الستات تستاهل الافضل بتتحسن يعني كل الاعراض اللي هي بتشتكي منها زي الامساك والسلس البول والكلام ده ايوه هي بتفرق معاها في ايه انها بتبدا تفرغ كميه بول وراس كميات كبيره بمجهود قليل من غير ملينات ولا بضغط الميه بطني مستريحه الصحه النفسيه بتيجي من اخراج السموم وبتقدر بقى تخرج تتحكم كويس ما تبقاش رايحه حج وعمره انا عندي موسم قبل الحج طب ما احنا ستات كلها جايه انا عندي حج كمان ثلاث اسابيع الحق اعملي لي الجلسات او لا طب ما كنا لحقنا من قبل حتى هي جايه بس عشان الحج لكن اطول مده للكورس قد ايه واقل مده قد ايه اقل مده ممكن اسبوعين المدة الأطول عين ياخد واحدة في الأسبوع يعني محتاج مثلاً ليه لو هو عضلته ضعيفة جداً ممكن تاخد ست أسابيع بس إحنا دايماً أنا ما بعملش جلسات كتير ست أسابيع يعني كم شهر؟ شهر ونص تقريباً أنا على فكرة ما بحبش الجلسات كتير دي أطول مدة أطول مدة هم عارفين العيانين أنا بقيس الشطرة والخيبانة اللي هي خيبانة مش شطرة تعمل تمارين أكتف يبقى جاية أنا بقولها كأنك بترمي فلوسك على الأرض مش بتستفيدي لازم العيانة تبقى أكتف تساعد نفسها عشان تتحسن لأن دي عضلة مش بيجري ورا العالم ما في المانيا شاطرين كده تلاقيهم انبهروا بيكي هناك إيه لا والله ده والله ده من ذوقك شطاره 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 فظيعه هو انا لقطت منهم في وقت قصير ورجعت مصر كنت فاكره اني بقيت اقول دي حاجه صعبه نعمل بس عملت العياده في اسكندريه فرحت ان بيجي لنا من المسالك ومن البطنه الحالات بتاعتي ديت اللي ملهاش حل تاني اللي بعد الشر الامساك مش علاجه دواء اللي بعد الشر حله ده نعمل كيس في بطننا عشان نعمل ستول لان حتى لو جابوا دباسه وشبكه ورفعوا بتسقط تاني العضله ضعيفه فده عيان خلاص ما قدامهاش حل الا لازم تمشي الطريقه فبتمشي الطريقه كويس يعني اصحاب الامساك المزمن يروحوا دول كتير التخصص بتاع حضرتك ده بيجي لنا من الاردن والسعوديه والكويت استشاري تاهيل امراض عضلات الحوض بالظبط عشان ده تخصص دقيق وحضرتك قلتي هو مش موجود بالظبط بالظبط حتى يعني ما كان موجود قبل كده كان علاج طبيعي اللي بيعمله لازم طبيب بشري حضرتك طبيبه بشريه طبيب بشري لازم مش لازم مش ممكن اقيس بعد الشر يعني الاقي فيه اعراض حاجه تانية مش كويسه مثلا في المستقيم او حد يبقى عنده خلفيه أيوة طبيه لازم اشوف فيه وفي بواسير في شرخ وبعدين بدي ادويه محفزه بدي مكملات غذائيه ممتازه بدل الملينات واللي بتتعب القولون المؤذيه حاجات بسيطه ماغنيسيوم سيترات حاجات انا بس بقى على في مصر ما حدش يعرف الكلام ده بدل المضادات الحيويه لالتهابات المثانه ندي حاجه اسمها كرامبيري بري في حاجات طبيعيه حلوه قوي عشان تعيشوا حياتكم بصحه افضل الست تلعب رياضه وعمرها كبير تلعب رياضه مش خايفه بقى تنط في الجيم مثلا وينزل بول مبطيه بطنها وكويسه لان لما بيكبروا العيانين دول ما عندهم مشكله ان حد هيخدمهم يعمل لهم حقن شرجيه لابسه حفاضه صعبه جدا بيجي لي 70 سنه تقولي عايزه اتعالج الاقي ان فرصتها حتى في العلاج 20% تفرق طب ما انا كان ممكن 60 و70 وتبقي كويسه جدا فعشان كده انا عامله لهم الحمله دي قوي قبل ما تشتكي تعالوا قبل ما تتعبوا تعالوا قبل ما العضلات بتاعتكم تسقط طب يعني لو واحده ما بتشتكيش من حاجه خالص بنيجي نقيس لو قوي قبل ما تشتكي دي ده الهدف بالظبط وعندي حوامل دلوقتي بيجوا بتيجي الحوامل تقيس تقول لي انا اولد طبيعي ولا قيصري يا دكتوره ميرفت هل في خطر على عضلات الحوض لو لقيتها ضعيفه تقولي لا خلاص اولد قيصري وبعدين انا هاجي لك نعمل بقى عضلات الحوض نقويها مفيش اي مشكله لان لو جاي امساك مع الحمل كارثه مش هنعرف نساعدها فهم بالكتير اللي بيقولوا لي احنا عايزين نظبط الدنيا عشان برده لما نيجي نحمل نبقى كويسين مش نستنى حمل التاني التالت والمجهود الستات تحفه الستات المصريين اكتر شعب بتشيل كتير بتقف كتير وتشيل اوزان وحتى بتروح الجيم تك 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 يعني مين اللي بيعاني من المشكله دي اكتر سقوط الحوض الستات سيدات طبعا عشان الحمل والولاده
الحمل والولادة، ولما بيعملوا كمان الشق بتاع العيدان بتاع الولادة فبتدي برضو تضعف عضلات الحوض. لا الستات طبعا. طب والراجل ايه المشاكل اللي بيقابلها؟ نفس الكلام الرجالة بيجي لهم بقى مشاكل اللي هي بتخص الموضوع ده، الموضوع ان اعمل البروز معرفش اعمل كويس، لو عمل البروستاتا وكان فيها حصل ضعف في عضلات الحوض بيحصل لي عدم تحكم في البول بتبقى ازمة. بس الرجالة بيخفوا بسرعة. عندهم وقت والله. عندهم وقت ومركزين في شغلهم يعني ومجهودهم. يا ستات يا غلابة الرجالة بيخفوا بسرعة. مش هنحسدهم مش هنحسدهم. طيب في بريكوشنز حضرتك عايزة تقوليها مثلا للستات تعملها علشان برضو ما توصلش المرحلة طبعا. الأخيرة دي؟ يعني أنا نصيحتي ليهم إن ياريت نحافظ جدا جدا على إننا من صغرنا نعمل تمارين كيجل، اللي هي أنا وأنا قاعدة كده كل ما أسمع الأذان أمسك نفسي خفيف قوي كأني هعمل بول ومسكت خفيفة قوي، أنا يدوبك برفع، لو حسيت إن أنا بشفط بطني أو بقفل بالرجل أو بالفخذ يبقى ما أعملش، أوقف أعمل على قدي 5 seconds 10 seconds، أقدر أمسك لغاية 20 دقيقة على قد ما أقدر، أنا بمسك وبعدين أحس إن أنا مش قادرة 20 ثانية أقوم إيه ريلاكس ورايح، واعملها مع كل اذان كده 10-15 مره بعد كل اذان هيتمرن العضل. ما تمسكوش البول كتير، يا ريت حتى لو قاعده في مكان، دخلتي في مكان وقدامك تواليت ادخلي كل ساعتين ادخلوا اعملوا البول، اما الستول البراز يبقى بعد الوجبه بنص ساعه. الاكل الصحي بلاش الاكل اللي بره، كلوا الشوفان، كلوا الخضار الفواكه، سيبوا الرز والمكرونات والنشويات تقيله على القولون، حط كرسي صغنن للبيت كله في التويلت، اول ما حد يدخل يتسحب ونحط رجلنا عليه فعلا. ايوه ونعمل طب دي حاجه سهله بالظبط، هتلاقي نفسك بتفضي اكتر وبهدوء وبترخيه جدا. وراقبه، فاكره كرسي الحمام الصغير ده كان بيجي في جهاز امي زمان ما بقاش موجود؟ ممتاز. هو من ساعه ما عملوا التويلت التاني ده وبقى فيه كتير الميه واستخدامها بقى فيه مشكله في التويلت. ده هنا ده ايه؟ دي صوره ايه؟ دي صوره عضلات الحوض، وهي زي سلطانيه شايله اللي قدام ديت المثانه واللي وراها الرحم واللي وراها الشرج. الحاله دي اللي هنا الرحم اللي ساقط من اكتر الحالات اللي عندي، ستات نازل منها تقولي حاسه حاجه مدلدله. طب واللي شايله الرحم بيبقى بيجي لها عدم تحكم في البول لان عضله الحوض بتضعف. في المانيا انا طبعا عيادتي فيها كل حاجه، لكن في المانيا مركز متخصص بس تقويه عضلات الحوض بعد استئصال الرحم، مركز بس للرجاله مثلا بعد استئصال البروستاتا، مركز بس للاطفال اللي بيعانوا من الامساك، يعني مراكز سبيشاليتي الصغننه. انا عشان بحظي ان انا اخدت فرصه ان اتدرب في حاجات كتيره فكان ربنا، انا ما كنتش ناويه طبعا ان ارجع، انا كنت مع جوزي وهنعيش في المانيا ففرصه، هو عايز يرجع الجامعه فكان بالنسبه لي كان ربنا بيقول لي يلا. وقد ايه الناس بتبقى مبسوطه، يعني حتى شفتها في حتنا على الفيس لقوا الناس قد ايه مبسوطه بتدعي لنا، ودي اللي بتدي الواحد الطاقه طبعا ان هو يفتح لنا. كنت القاهره صعبه علينا، اسكندرانيه بس بحب حياه القاهره، بحب الناس تيجي من الصعيد ومن المنوفيه والشرقيه والمنصوره وشهم بيتحسن ويضحكوا، انا بعرف انها كويسه وهي داخله عليا انها بتضحك مفضيه الحمام وشها منور كده بتفرق، لان الناس دي ما لهاش حل، دي بتلف. هو الطب رساله في الاخر وفي قسم الناس يعني بتحلفوا لانها امانه، مش فكره ان احنا عايزين نكسب او كده بالزبط. لا بالزبط. الموضوع بتقول لك بفرح لما بتخف اكتر من انه دي احلى حاجه بتدي للدكتور تشجيع انه اجي واقعد في العياده عشان احس ان الناس بقت كويسه تدعي لنا. نورتيني والله يا دكتوره ميرفت، ويعني انا سعيده بمعرفه حضرتك وفتحتي دماغنا في حته ما كانتش مفتوحه خالص. نبتدي بقى نوجه الناس صح. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره ميرفت شتا استشاري تاهيل امراض عضلات الحوض، نورتيني يا دكتور. نور حضرتك. شكرا لحضراتكم، اشوفكم على خير في الحلقه الجايه باذن الله.